من ضمن الأسئلة، لو عاوزة أشتغل في شركة شحن وتفريغ المفروض أخد كورس إيه؟ على حسب لو أنت هتشتغل إيه، هتشتغل هناك لو هتشتغل في تعبئة مثلا أو أي مكان مش محتاج كورس معين، في بعض الحاجات ممكن تفهمك على النت. ولكن نصيحتي لو أنت عاوز تشتغل في شركة شحن وتفريغ عادة مفيش كورسات الواحد بياخدها عشان يدخل الأماكن دي، روحي وخد الخبرة العملية وبعدين تقدري إنك تقدمي فيها وإن شاء الله تجدي فيها فرصة عمل جيدة، ولكن لا يوجد فيها كورسات معينة ناخدها. ممكن لو انت حبيت المجال بعدين تاخدي لوجيستيك، حاجات خاصة بالإمداد، حاجات خاصة بالتوريد، ممكن تاخدي المواضيع دي، الكورسات الخاصة بالإمداد، التوريد، اللوجيستيك، الحاجات دي ممكن تاخديها تفيدك في شركات الشحن والتوزيع. ولكن انا نصيحتي في البداية بلاش تاخدي كورسات ولا حاجة، ندخل في المجال حبيناه وحبينا احنا نكمل فيه، نبدأ نكمل على هذا الأساس، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير وبالتوفيق بإذن الله تعالى في المرحلة القادمة إن شاء الله على هذا الأساس بإذن الله تعالى.